أنا اليوم لدينا درس رقم 2 في اكتشاف عملية الضرب. نقوم باكتشاف كيفية تحويل العملية الجمعية إلى عملية ضربية لكي ندعم مفهوم الضرب لدى التلميذ، بحيث أن الضرب هو عملية جمع في الأصل وليس عملية جديدة عليه. أعبر عن عدد النفاخات حسب المطلوب. حسب المطلوب. هاي من يخرج إلى السبورة؟ الآن سنحول هذه العملية الجمعية إلى عملية ضربية. هاي ولها. أربعة في اثنين. يساوي اثنى عشر نفاخة. إذن أربعة هو ماذا الأربعة؟ ثلاثة هو؟ ثلاثة هو رقم التكرار، هو عدد مرات التكرار. أي 12 ماذا نسمي 12؟ 12 هو جزاء الحدين. ما يقرا التعليم يا أطفالي؟ أي بركوتي ألاحظ كل كتابة وأعوض كل نقطة بالعلامة المناسبة. إذا أحسن، وخمسة والناتج هو 10. إذن أي أحسنتي، خمسة مع خمسة يساوي 10. إذن هنا عملية جمع، خمسة وخمسة والناتج يكون 10. ماذا يخرج إلى السبورة؟ أحسنتي، إذن 15 نطرح منها خمسة يساوي 3 في 3 6. أحسن، 3 ضرب 3 يساوي 9، 3 إلا 3 يساوي 0. ممتاز، أحسن، 3 مع 3 يساوي 6. ممتاز.